إذا للحديث عن مخرجات مؤتمري برلين وبوزنيقة لحل الأزمة الليبية ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول ياسين خطاب المحلل السياسي الليبي. أستاذ ياسين مرحبا بكم. مؤتمر في برلين آخر في مدينة بوزنيقة المغربية، الكل تقريبا يؤكد على ضرورة مواصلة الحوار وصولا لتوافق ليبي شامل. بداية، كيف يمكن فهم وقراءة هذا الحراك الدولي المفاجئ؟ نعم، بداية تحية لك ولمشاهديك الكرام. ربما طبعا برلين واضح أنه البعد الذي يعني يقيم عليه على أساس مؤتمر برلين هو البعد الخارجي، بمعنى الفاعلين الخارجيين وأصحاب المصلحة في الملف الليبي أن يتفقوا على حد أدنى من الإطار، أدنى من التفاهمات بشأن الواقع الليبي، تضمن للجميع شكل من أشكال التسوية. لا. في المقابل مشاورات بوزنيقة هي تعبر عن الأطراف الليبية، أطراف التي يعني التي تعبر عن أطراف الصراع في البلد، وإن كان هناك خلاف على في داخلي في الحقيقة حول هذه المشاورات. هناك من يرى أنها يجب أن توسع المشاورات إذا طال أشخاص أو أطراف أكثر بشكل موسع اكثر مما يبدو الوضع عليه لمجلسي النواب والدوله، لا سيما ان مجلس النواب مجلس منقسم على ذاته اصلا، وفيه ثلاث كتل اساسيه، ومن يحضر هو الكتله المعبره عن حفتر فقط يعني، وعن عقيله صالح، وعن مشروع اقليمي معروف في المنطقه. وبالتالي يعني هناك حديث عن تاجيل اي تفاهمات واي توافقات في المغرب الى وعدم حسمها حتى جنيف، لأن جنيف ربما يكون هناك توافق أوسع، وربما يكون هناك فرصة أكبر للتفاهم، باعتبار أن هناك أطراف، أن المجلسين النواب سيكون حاضرين بتمثيل أوسع، طيب، والنواب الدولة، وسيكون هناك أيضا أطراف سياسية أكثر حاضرة، فربما ستخرج النتائج أكثر تمثيلا والحضور، والأطراف ستكون بشكل موسع. أستاذ ياسين، كما تعرف مباحثات بوزنيقة المغربية يعني تهدف إلى حسم مسألة المناصب السيادية، لكن هل ترى في الحلول المطروحة وأيضا الأسماء المقترحة ربما يمثل جسرا يمكن أن تعبر به ليبيا إلى بر الاستقرار؟ بالنسبة للأسماء لا أظن أن هناك أسماء رسمية مطروحة، يعني هناك، لكن بالنسبة للحلول هي حلول قائمة على المحاصصة حقيقة، حتى الآن قائمة على شكل وشكل المحاصصة، يعني لا يجب أن يكون موجود يعني في بمنطقة الدولة، لكن للأسف الشديد أننا نحن اليوم لسنا أمام حالة طبيعية، لسنا أمام تمثيل واختيار شعبي وبرلمان ممثل من الشعب، وإنما نحن أمام سلطات منقسمة على ذاتها، وبعضها أصبح وكيل حصري لسياسات دول خارجية. وبالتالي يعني في الحقيقة هذا ما سيحدث في نهاية الأمر، اتفاقات تضمن محاصصات داخلية وتحافظ على مصالح أطراف خارجية. وبالتالي أنا أظن أن المشاورات أو الحلول القائمة المحاصصة المطروحة اليوم تعتمد على أمرين. الأمر الأول مدى رضا الأطراف الخارجية بشأن هذه التوافقات وهذه المشاورات والنتائج التي وصلت إليها، وهذا في ظني أمر أكثر أهمية من التوافقات الداخلية. طيب. الأمر الثاني هي المعسكرات الداخلية وكيف ستستقبل هذه. هنا أستاذ ياسين، هنا في هذا المفصل تحديدا، في هذه النقطة التي أثرتها قبل قليل، هل تتوقع أن تقف الدول التي دعمت الانقلاب في ليبيا أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التوافق الذي يجري بين الفرقاء في ليبيا؟ هو يعني إذا هذا التوافق ضمن حدا من مصالحها لما لا؟ لأننا يعني نحن اليوم أمام طرف ليس هينا، طرف حكومة الوفاق الذي تدعمه تركيا، والذي أثبت دعم تركيا أن بإمكانها أن تحسن بعض الأمور. فأظن أن الطرف الداعم لحفتر، الطرف الإقليمي الداعم لحفتر، واضح أنه اليوم في ورطة، لأن مشروع الحسم العسكري مشروع لم يلقى رواج في البلد، وليس هناك أي فرصة سوى التسوية السياسية، بمعنى أن هناك توازنات سياسية
تفرضها منطق الجغرافيا والمنطق السياسي في البلد، وليس هناك أي إمكانية للحديث عن حسم عسكري، بالتالي سيأتون مكرهين إلى التوافقات السياسية حتى وإن لم يكونوا راغبين في ذلك. من إسطنبول ياسين خطاب المحلل السياسي الليبي، شكرا جزيلا لكم.